احنا معرضنا عبارة عن معرض أزياء شعبية والولي أم والمرة يعرض عندنا أزياء شعبية تراثية قديمة تعود إلى فترات قديمة بالكويت. الأزياء الشعبية طبعا هذا موروث كويتي شعبي تراثي جزء من العناصر الثقافية التي تبرز فيها دولة الكويت من خلال عرضها للجمهور. احنا مثل ما تشوفون الحين احنا في عديد من الأزياء الشعبية على سبيل المثال البش. حاولنا احنا نبرز اهم المعتنات التابعة للمجلس الوطني للثقافه والاداب إدارة الآثار والمتاحف أو متحف الكويت الوطني من أزياء شعبية تراثية نسائية ورجالية. والأزياء هي هوية المرأة الكويتية اللي انعكست من البيئة الكويتية الصحراوية أو البحرية، كذلك سماء الكويت انعرضت في بعض الأزياء مثل نجوم الثريا اللي انعرضت في ثوب الثريا. تراث الكويت هذا جدا مهم للأجيال القادمة، تعرف شنو اللبس الكويتي شلون يكون، شلون يعني الخامات شلون تكون، شنو كانت، شو تصنع منها.